اوديها البنك. اعمل كيف ما بيعملوا الناس الحلوين يا اخوي، ما تخليها هنا مجنون احسن. مجنونة ايه يا مجنونة؟ هنا كل يوم بتنقص، اما في البنك كل يوم بتزيد. ومن هنا ورايح ما فيش ميلة بحي بيت هنا. اقول لك ابعت لي هليل. ليه؟ لسه بعت له شغله قد كده يفرش منها على القصر ويصرف على الجنينة ومزرعة الأرانب. خلاص ابعت لي سعدية. سعدية عندي الخير كله ما عايزاش. عشان تعرف ان الواد اللي في بطني ده رزقه واسع قوي. وانت رزقك واسع. مالك مالك انت فيك العمر عبيطة وقابلة ومجنونة، بس الشهادة لله وسيد الجلال. انت وشك وش خير حقيقة يعني. ما تكسف، ده الخير كله جاي من وشك انت سي حسن. بس بقول لك ايه، اني خايفة على الشقة دي. ما تخافيش يا ملك، يدخل على درسي ما تخلعش من الشقة دي. وحتعمل ايه ما عشان دويلي؟ طيب مش انا اللي هعمل، ربنا هو اللي هيعمل لي، اطمني. ربنا يستر. كنت عايزة اقول لك على حاجة تانية. قولي. من يوم يعني ما وعدتني على موضوع تحت الحراسة ده وانا ميتة في جلدي. افرض لا قدر الله انك وقعت مع الحكومة، تجري هي وتحط يدها على تعبنا وشجانا؟ ايوه عندك حق، كيف فاتتني الحكاية دي يا دي. مع اني يعني السني علمني درس مهم قوي، قال لي الفلوس كيف الكورة، لو جرينا بيها وحدينا تقطع قلبنا وتتخطف ما بين رجلينا. اني اسمعهم يقولوا كده. ايوه، يبقى نديها الواحد واحد، يديها الواحد واحد، يديها الواحد، يوصلنا للشبكة ويجيب لنا جهون. صح، ولازم تسمع كلامي، دي نصيحة يا حسن. ابعت الفلوس لهليل. ماشي، ابعت الفلوس لهليل. ماشي، داري على شمعتك تجيد يا اخوي. شوفي انا كيف ما سمعت كلامك، انت كمان تسمعي كلامي دلوقتي. اسمع كلامك؟ ملا ما كنتش اسمع كلامك انت، اسمع كلام مين طيب؟ ده انت رجلي. اصل ده كلام وعر وعر قوي. خير قول يا اخوي. سنت شوشو انا اخش معاها تمثيلية، كيف تمثيليات الازعة كده وكده، يعني تمثيل ايه تمثيل بتمثيل. اذا حسيت بحاجة ولا وصل لك حاجة ما تاخديش في بالك. وانقلبت بجد يا حسن. لا يعني غير شندويلي بالمرة. زوما ايه اللعبة دي؟ حاجات حتعرف فيها بعدين. طيب يا ست، يعني طيب ما قلناش حاجة، بس انا اخاف عليك من الصنف ده. يقطعوني قطيع، مولفش على التقصيع. شفتش حسن؟ لا والله ما شفتوش. لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي. طب ودي السحلب اللي فاتك ده بسرعه. حاضر. Yeah.
سلام عليكم. ايه يا راجل، ايه دي شحتك تجب عليك يا ابو علي. كان لازم اهرب للتين بعرب الحصار. جبت البضاعة؟ ايوه، وخزنتها في البرميل الجواني، ودي مفتاح المخزن بتاعك. جبت كدية 10 وقات. يا مرارك الطافح يا ابو علي، 10 وقات اتشلهم العرب الحصار لغايه هنا. انا ابوي ما شلتش حاجه. ايه امال مين اللي شال؟ الحصان بلا قفيه. صنيه لا بقفيه دي. الحصان بتاع العربيه الكرو، الحصان اللي انا اجرته عشان يشيل الشباشب بتاعت عم صعده، ومشيت وراهم انا بالطقس. وشالها كيف الحصان اللي بقى في يدي؟ بالله بمخلايه العلم، المخلايه دي اللي بتتعلق في رقبه الحصان، تحط المخلايه كده البضاعه وفوقيها العلم. لعيب ابو علي، الفراسة يا ابوي انك تعمل قديح من غير ما العربجي ولا عم زعتر ولا الحصان ياخدوا باله. الفراسة يا ابوي انك انت كيف توزعهم ساعة ما تحط البضاعة وساعة ما تردها. قول لي ليه هيتكلف كتير يا معلم. ابوي عليك ابو علي، قطع يميني اذا ما كانش جدك توت نخعامون فرعون يعني. انا والمساقيت يا ابوي شباب بعضينا، بص يعني احنا كلنا رضعين من ام واحده. مفر ديدي. ايه صادق صادق. خلينا في المهم. ايه حكاية بسبوسة؟ بيقول لي سجن وبوليسي ومش بوليسي، طمني. انا حطيت لها واد بمية نار، ايه وطلعت لقيت كاملة رناها علقة، شريت وراها على قسم البوليس لقيتها مسويانا محضر بتقول فيه اننا بلطجية دسسهم عليها المعلم شندويل اللي هو انت. ده شوف بنت الفرطوس يا زعت المأمور، انا ساكن جارها والست الجوش ودي بتضايقنا. قالت له الله يا بيه ما حصلش، وان كان جدع يثبت. جبت بسبوسه شهد اني ساكن وروحنا، لكن في محضر يا معلم شداويلي. وسكت على كده؟ لا لا يا ابوي، رحت للحج نور الدين السني خليته يكلم بوليس الاداب عشان يعمل لها قضيه. يا سلام يا ابو علي، يا سلام لو تعرف تدبر للست دي قضيه وتدخلها السجن تبقى فعلا ابن نفرتيتي وابوه توتنك عامون. الاسره السبع اللي ما بحلم بيها باطل، لم دخلها السجن باذن واحد احد. بعدين ايه اللي حصل؟ بوليس الاداب قال الحاج نور الدين السني خليه يجي اللي هو أنا. رحت بوليس الأدب قال لي اكتب شكوى انك متضرر من سلوكه واحنا حنحقق فيه ونراقبه. راح شوية أدب هتلمهم علينا اللي ايه ابو علي. طب اقول لك ايه، ما تدبر لها انت وبسبوسة كم زبونك. ما ينفعش يا ابوي، بوليس الأدب قال لي اثبت انك ساكن. بسبوسه يشهد؟ ما ينفعش يا ابوي، بوليس الاداب ام المامور عاوزين عقد الايجار وانت ما بتدينيش عقد الايجار. ليه يا معلم؟ انا عاوز اعرف دلوقتي انت ما بتدينيش عقد الايجار ليه؟
اذا كان على 300 جنيه اهم 300 جنيه ايه وتديني عقد الايجار عشان اروح لبوليس الادب والمامور 300 جنيه اهم يا عم 20 جنيه هجيب لك الباقي بكره ما تغزين المطوى احسن ابو علي ايه اللي انت عملته ده ماشي هذا يا ميلم ايوه يا معلم شندويل تعرف هات العجلات اللي ورانا دي ايوه يا معلم فيه مكتبه جنبه تشتري لنا عقد تمليك بسرعه حاضر يا معلم تشكر يا معلم تشكر وانا ماليش بركه الا انت احم مين؟ احم في عينك وعين اللي خلفوه غزولي افتح على بلال افتح ثانية واحدة يا غزولي اهلا يا غزولي خش بتاكل ولا ايه؟ بسم الله معلش اومتك من على الصينية بقول لك ايه؟ ايدك على الغلة أربع أيام أنت كنت فين يا غزولي؟ بقى أربع أيام بتلفت ورايا بدور عليك ماني كنت فعلا وراك بس كان في واحد تاني موكله بالمهمة ما أنت عارفني ولا نسيتني بحب أوكل أنت بتتكلم جد يا غزولي ليه؟ أنت كنت فين لما أقصر؟ أنا كنت في مهمة يعني حاجة مهمة بس في الواد الجديد مهمة يعني حاجة مهمة تغيب أربع أيام يا غزل النهاردة الخامس أخويا على عموم ما تقلقش حصل خير الغلة موجودة وبخيرها ثانية واحدة هجيبها لك أبو الغزل أول يوم نشلت محفظتين بس طلع في البلموط هي محافظ شيك صحيح بس أوانطة فاضيين يا غزل بقول لك ايه يا هلا؟ بقول لك ايه؟ محفظتين بالفخامه دي ما يبقوش فاضيين وحياه اللي خلفوه واحده فيها 4 جنيه وواحده فيها 7 جنيه يبقوا فاضيين بالنسبه لمستواهم يا غزولي ورينا هلا ايه؟ انت هتطمع في الاثنين انت واحده وانا واحده غير ولا تاني يوم نشلت 20 جنيه من الراجل بتاع الفاكهه اللي على منصه النبويه وانت داخل شارع اصلا بتتكلم كتير غير ولا تالت يوم انت كنت موصينا اسرق الحصاله بتاعه شادر الخشب اللي على ناصيه الصالح طلائع حلو ولا ولقيت زي ما قلت لك ولا لا فعلا لقيت زي ما قلت لي رحت لقيت الراجل نايم على روحه كان بيصلي استنيت لما ركع ونطيت على ترطيف صوابع ونشلت الحصاله حلو ولقيتها محشبه مليانه قلم مش كده تصدق باللي خلقك ايه رجعت لقيت الراجل لسه راكع حطيت الحصاله مكانها ومشيت وطلبت من ربنا انه يسامحني تقي يا ولا ايه التقوى اللي نزلت عليك دي اتجننت يالا اتجننت اعمل لك ايه يا غزولي الحصاله كانت فاضيه طب بقول لك يا صاحبي انا مضطر اسلمك غصب يا رب
مطلوب ضبطك واحضارك في 3 احكام لازم تنفذهم حالا يا غزولي. خليتهم 3 احكام؟ انت مش مطلوب منك غير انك تسلمني في قضيه واحده بس. وقضيتك انت وبربش، الشيكات المضروبه والشركه الوهميه لتشغيل المصريين بالخارج، وقضيتك انت وهندي ترويج عمله مزيفه، كل دي اوامر ضبط واحضار. وانا بصراحه بقى اتسهلت معاك اكتر من لازم. انت مش عايز تصدقني ليه يا غزولي؟ بس مش غزولي وحات اللي خلفوك، انا راجل امن وصاحب مده خدمه بعمرك ده كله. تحيا الله، حته مخبر لا طلع ولا نزل. ما تلبخش ما تلبخش في الكلام يا بلال، واحفظ لسانك وانت احفظ مركزك. عارف يعني ايه احفظ مركزي؟ يعني اخدك دلوقتي لاقرب مديريه واسلمك ليها. يلا يا اخويا، ايد على كتفك، النهارده قبل بكره. شجاع يا ولا، شجاع يا ولا وقور، ايه الحلاوه دي؟ بس وحياة امي لو دخلته ما انتش خارج منه، والله اعلم بقى هيظهر وراك ايه تاني. عايز الصراحه انت زهقتني في عشتي، وانا قرفت منك على الاخر. تعرف السجن عندي ارحم من طلعتك البهيه. نمرود يا ولا نمرود، طول عمري اقول عليك ما تستحقش الخدمه. كذاب في دي بقى بالذات كذاب، وانت عارف كويس قوي ان بتكذب. انا طول عمري اللي بيجيلي بقسمه معاك بالنص. بس ما انتش دغري، غلتك في اليوم بتوصل 50 جنيه، واحيانا 100، وساعات 150 و200 و250 و300، بس ده ما بيحصلش كتير يا غزولي، مواسم، بيحصل في السنه مره او مرتين وبس. عموما مش وقت اعتاب دلوقتي، لا يمنع الغله. احنا 4 ايام والنهارده الخامس 80 جنيه. اسكت يا غزولي، مش النهارده كنت هطوبه من الاتوبيس واتكسر وهو بيجري على اخره؟ ما انا لو كنت معاك كنت حوطت عليك وحميتك من غير ما تنط. فاكر ولا ناسي؟ لو كنت ناسي افكرك يا ما كان غزولي بيسطرك. ما بنكرش غزولي بيسطرني في الريحه والجايه، بس مش معنى كده تغيب عنا 4 ايام ترجع تزهقني في عيشتي. غصب يا حبيبي غصب. بقولك ايه، لا يمنع الغله. ماشي غزولي، الغله بتاعتنا 80 جنيه، خدناها زمان في جدول الضرب. 80 على 2 يبقى كل واحد 40 جنيه. احلى 40 جنيه في تاريخ البشريه. بكره الصبح بستنيك على قهوه الماليه من بدري، بيقعد عليها تجار كبار قوي من اكبر رجال الاعمال، تلاقيهم قاعدين يقروا جرانين ويتكلموا في حاجات كده انا مش فاهمها، ما تخصناش يعني، بس انا منشن لك على 3 4 منهم تقال اصلي اصلي اصلي. انا هشتغلهم، ادخل عليهم اشغلهم بالكلام، تمر انت وتسحب الشنطه. عارف يا ولا، لو سحبت شنطه واحده منهم كفايه علينا، ويبقى عندنا النهار كله نعمل فيه اللي احنا عايزينه. يسويها ربنا يا غزولي. بقول لك ايه، تشرب شاي؟ اطفي اللمبه ولا وتخمد ونام. مع السلامه يا غزولي. ليلتك زي القشطه. تفضل. حساب كام؟ 2 جنيه ان شاء الله. شكرا.
السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. محسوبك حسن ابو ضب مقاول من مصر. مقاول؟ مقاول ايه؟ يعني حاجات كتير. مقاول في المباني ماشي، في الاراضي ماشي. يا مرحب، تحت امرك. الامر لله. شوف اخوي، بيشتغل عندك اولاد المرحوم المعلم زلبطة، زيناتي وزينة. بيشتغلوا معايا مش عندي، بالنسبة حسب اجتهادهم. طب عدم المؤاخذة يعني، ممكن اتشرف بمعرفتهم؟ هم قدامك اهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. 300 مرحبا. اهلا وسهلا. طب اتفضل استريح يا حاج. الله يخليك، اذا فضلك تشكر. هو حضرتك تعرفنا؟ امال انا جاي من مصر ليه؟ خير يا حاج؟ خير ان شاء الله. انا جاي لكم في خير، جايب لكم الخير كله. الخير كله؟ طب اظهر وبان عليك الامان. شوف يا ست البنات، المال الحلال ما يضيعش ابدا، ومال ابوكم حلال مصفي. جيت في وقتك يا حاج، هات بقى اللي عندك. لا دي محتاجة قاعدة صغيرة. خلص اللي وراكم وانا هستناكم في القهوة اللي جنب المحط. وماله يا حاج، كلها ساعتين وهنطلع نتغدى، نبقى نفوت عليك هناك. لا انا عازمكم على الغدا ومعاكم الراجل الطيب ده. وماله، تعزمنا نعزمك واحد. خلاص استبينا. استناكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشان تطمنوا اكتر، انا جاي من طرف المعلم وهدان بتاع عرب الحصار. فل عليه. يسط عليك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. الله الله، حلو الكباب. حلو قوي، كتر خيرك. الله يخليك راجل طيب. قل ها قل. انت كنت فين من زمان يا راجل؟ عشان تبقي تصدقيني يا زينة لما اقول لك ان ابونا ليه املاك كتير واحنا ما نعرفهاش. الله يرحمه كان عنده كتير، وكل ده راح وما انتفعناش باي حاجه. منه لله بقى اللي كان السبب. خلونا في المهم، سيبوكم الذكريات، احنا عاوزين اعلان وراثه. ايوه يعني المحامي ده هيقدر يسلمنا؟ بامر المحكمه. شوفوا احنا دلوقتي فتحنا باب الكلام، ناقص الكلام نفسه. بص يا سي حسن، احنا ارتحنا لك. ارتحنا لك قوي بصراحه. ومين سمعكم؟ قول كل اللي في نفسك وخليك دغري زي ما كنت بالظبط. انا هتكلم كلام على ميه بيضه. هي طلباتك يا سي حسن؟ انا اللي هصرف على القضيه دي من جيبي، المحامي وكفه شيء، وانتوا ما هتدفعوش مليم واحد. عداك العيب. معنى كده ان احنا هنقبض وبس؟ وهضمن لكم ان انتوا تستلموا العماره باللي ساكنين فيها، والزين طبعا ان انتوا تبيعوها. الايجارات دلوقتي مش جايبه هم. هي ونصيبها بقى. المهم انت اللي هتستفيده من ورا الحاجات دي. كل جنيه تقبضوه من تمن العماره ليه في 30 قرش. 30% مش كتير يا اخويا؟ انت كمان واحنا طايلين حاجه. 10 قصاد اني دلتكم على حاجه ما كنتوش تعرفوا. كتير صراحة. لا، وعشرين قصاد اللي هصرفه وهعمله. كتير برضو. لا، ايه رأيك يا زينة؟ طب يا ريت بدل الشحططة انت وعيالك في أوضة وصالة، بس قول يا رب الكلام ده يحصل. ده كأنه حلم. ما علمش يا ابوي، خليك معاي وانت تكسب. لو كان رأيي يهمكم وافقوا. خلاص يا سي حسن، احنا موافقين. استبين قوموا بينا نشوف محامي هنا، واني اللي خاصه.
انت مش قلت ان عندك محامي؟ يا ابوي خليك معاي واحلم. المحامي اللي هنا عايزينه لحاجه برضك هنا. حاجة ايه تاني؟ هو احنا مش اتفقنا على اتفاق؟ وافقنا عليه خلاص. الاتفاق ده لازم ان يكون في ورق. ايوه اصرف واتعب من غير مضمون حقي. مقاول صحيح لكن ما يضرش وماله. وعشان تطمنوا ودوني على محامي تعرفوه من طرفكم. يا سيدي خليها على الله. اي محامي والسلام. يلا بينا الحساب يا خال. ده اخر ما قدرت اعمله يا ستنا. كشفيه دي يا عبد الجواد افندي. دي من غير ما اخذ الميزانيه يا ستنا. هي دي المصاريف اللي الولاد طالبينها؟ هليل كان معاي خطوة خطوة. في ولاد ما يحتاجوش مصاريف كتير. أنا هشوف لهم طلباتهم بقروش قليلة. زعف النخل موجود. وتنت الفخار كمان موجود كتير. والبوصلة محمود كمان موجود. دخلتوا محمود معاكم ولا إيه؟ هو اللي جاني وقيد اسمه. هتعمل إيه يا محمود بالبوس؟ إقفاص وسبتة؟ لا. في ولاد كتير غير محمود يعملوا كده. والجريد كمان على قفا من يشيل. أني هعمل مزامير. مزامير؟ أيوة مالي. أني هعمل مزامير وصفافير ونيات وأرغول كمان. ولا براوة عليك يا واد. ومالي يا سعدي ده مزاج عندي. والله خسارته محمود ده يا ستنا. كان حقه يروح على الإذاعة. لا وإيه موهبته في الصفير كيف موهبته في صنع الصفارة نفسها. وإيه يا ستنا حاجات تليق بالمحترفين والألاتية. وهتبيع لمين يا محمود؟ هتصرف هبيع لكل الناس. زين زين ربنا معاك. كيف ما شايفة يا ستنا كل المصاريف على الولاد اللي هيصنعوا. اللي هينجر يلزموا خشب، واللي هيشتغل في الحدادة يلزموا حديد، والدفايات والطواقي يلزموا بصوف. معانا يا عمي؟ معاكم طبعا. المهم دلوقتي المطلوب ده كله يقطع كام؟ عدم المؤاخذة الميزانية زادت شوي. كام يعني؟ 200 جنيه. يعني حنشغل ولاد الجبل كلهم ب200 جنيه يا بلاش. موافق يا عمي. على بركة الله ادفع. خلي بالك يا عمي المبلغ ده حيرجع لنا ثاني. ولا ما يرجعش. ده المرحوم زمانه فرحان دلوقتي يا ابو العم. كل شيء يسعد الجبل هيفرحه. نورت يا ستنا. ربنا ينور قلبك. فضل عندنا. يزيد فضلك يا خالة. كتر ألف خيرك على اللي عملتيه لنا. ربنا هو اللي بيعمل. أنا عايزة أروح المدرسة. روح لعبد القوى فندي هيوديك. الناس بيضايقوك أكثر من لازم. الناس دول ولاد الجبل واني هنا عشان. مفهوم يا ستنا لكن الناس غول كبير بيخطف الإيد اللي بتمدله وممكن ياكلها كمان. ما عندهوش عقل واصل. لا ناس الجبل غير اللي انت تقصدهم. دول ناس غلابه محتاجين اللي يرعيهم. الناس دول بالذات هم اللي بيجي من وراهم الخطر كله. ما فيش واحد تقدم له الخير ويأذيك. اتقي شر من احسنت اليه. اليوم اللي هخفي من الناس دول هختفي من الجبل. من خاف سلم. عايزنا اكلم الناس من ورا الجدران افحد بيني وبينهم حفره؟ ما قصديش. نورني على اللي تقصده. ما عايزش الناس تاخد عليك. وليه لا؟ ما تاخذنيش يا ستنا. لو الناس خدت عليكي هتقلي هبتك وهتقلي هبتنا والجبل هيضيع مننا. كيف يضيع؟ هتسرح فيه الفوضى. شوف يا صاحبي. العفو يا ستنا اني خدامك. وليه ما تكونش صاحبي كمان؟ يبقى فضل منك. شفت كيف بتغني وترد على نفسك؟ كيف؟
هتستكتر على نفسك انك تكون صاحبي مع انك دراع اليمين. لو انا اديتك الصحوبية هتمرمد بيها وبيا الارض. ابقى راجل خسيس وجبان. وتستاهل ايه؟ قطم رقبتي. لما تاخد حصانك في حضنك وتسقيه الحنية يستهزأ بيك؟ غلبتيني يا ستنا. ما عايزاكش تنسى اللي هقوله دلوق. قولي. احنا هنا في الجبل كلنا جسم واحد، وربنا حاطني مطرح المخ، يعني الله لا يقدر لو انت تعبان يبقى دراع اليمين بيوجعني، لو اي واحد في الجبل تعبان في عشته يبقى بطني هتنغص علي. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلا لازم المرحوم يعشق تراب رجليك. تفضلي. تفضلوا تفضلوا. يا اهلا وسهلا. قدرت عليها كيف دي يا عمي؟ صاحب العمارة معرفة، تاجر سمك من قوم صفحت. زين ما اخترت يا عمي. لازم انت ليك بمقامك ومقامنا، وهتستقبلي فيها ناس مش قليلة، لازم نتشرفنا. وبيأجرها بكام دي يا عمي؟ بيملك ما بيأجرش. شغال على قديه؟ دي رابع ولا كأنها خامس عمارة يملكها؟ كام طيب؟ ثلاث دفاين صغيرين. هو ليه في الدفاين؟ عنده سكك. تعرفه زين يا عمي؟ طول عمره يتعامل مع المرحوم. عمك كتب العقد وسجلناه. محدش عودني عن المرحوم غيرك يا عمي. جواد ما ماتش. ربنا يخليك لينا يا ستنا. حلفاوي ودينا محلات النابوليا. أمرك يا كبير. تفضلوا بينا. تفضل يا سيدي. طبعا تعرفوا ان اليد وحديها ما تسقفش. مظبوط يا ستنا. تمام. واني سبق وشاورتكم جميعا وكل واحد وافق على الترتيب اللي عملته. تسمح لي ستنا الشيخ اشرح الفكره عشان تبقى واضحه. يا ريت. اني نفسي ما عارفاش كيف اشرحها. اني بقول اللي في دماغي لكل واحد، وفي كل مره بقول كلام جديد. والله هي فكره زين صح، لكن عايزه رجاله كبار كيف السمعين. لو كيف ماني فاهم تبقى زين صح. أنا ما فهمهاش واصل يا أبوي. عندك حق، لأن فكرة الست الشيخة لم تتبلور بعد. عدم المؤاخذة أنت جيت تكحلها. شيخ عبد السلام عمل لها صيغة قانونية هتخليك تفهم. دلوقتي الشيخة سعادة عايزة تكون مجلس إدارة يحكم الجبل. مظبوط يا ستنا؟ انت بتسميه مجلس ادارة، اني بسميها قاعدة التربيع. والمقصود اننا نتلمهنيه كل ليلة جمعة، نتشاور في امور الناس، نشوف مشاكلهم وحياتهم ومشاكل الجبل مع الحكومة وكيف ندبر معاشنا. اذا كان كده يبقى زين. لكن في حاجة ما قالتها ستنا. فكرني بيها يا هليل. كل واحد من اللي قاعدين هنا يكون مسؤول عن حاجة. صح يا هليل، يد على يد تساعد. عمي مثلا يبقى زي ما هو مسؤول عن الدار الأم، وإبراهيم مسؤول عن حماية الجبل هو ورجالته ورجالة رجالته. رقبتي في ده الجبل. هو ده اللي احنا مليين يدنا منه. ودلوقتي الشيخ عبد السلام هو رئيس المحكمة كيف ما انتوا عارفين. طبعا طبعا. اتوافقوا انه يكون بدالي سعد غيابي. موافقين. ولو اننا ما عايزينش ساعد غيابك دي. الاحتياط واجب برضك يا عمي. انت عارف يا عمي اني لازم اتدلى هني وهني عشان تدبير المعايش والحمايه. عارف يا ستنا. اتدلي كيف ما يعجبك، الحرس وراك منين ما تروحي. زين، توافقوني لو اخترت الاستاذ سيد هو راجل الجبل؟ كيف يعني؟ يعني اي واحد من برا سوى من الحكومه او من الناس عايز يتفاوض مع الجبل او يتفاهم او يتشاور في شيء نصدر له الاستاذ سيد. زين
زين والله كلام زين مظبوط. وعايزين نعمل حصالة نصرف منها على الناس في وقت الزنقة. اهفدي يسلم خاشمك. صندوق زمالة يعني؟ ايوة ولا مؤاخذة يعني الحصالة دي مين اللي حيحوش فيها؟ ولاد الجبل. كيف يعني؟ كل واحد يكسب 10 قروش يحط فيها قرش واحد، يكسب 20 يحط قرشين، والمبسوطين يطلعوا الزكاة نحطها فيها، حتى الدار الأم نفسها تطلع تبرعات على أولى. زين موافقين؟ وتوافقوني لو اخترت هليل أمين الصندوق بتاع الحصالة دي؟ زين والله. وتوافقوني لو اخترت الأستاذ عبد القوي مسؤول عن بطن الجبل؟ هما ما فاهمينش بس أنا فاهم. بطن الجبل مليانة مساخيط وتوابيت، هو عليه يدور ويعرف مين اللي لقي لقية ياخدها منه ويسلمها للمخزن ويكتب اللي طالع واللي داخل. زين زين الله ينور عليك. باقي حكاية السواق يا عمي. حلفاوي. نعم. تعال. شرفتينا يا ستنا. من أمهر الفرسان وأحسن السواقين. تشكرك كبير. مرحبا يا حلفاوي. وبعدين يا هندي إيه الأخبار؟ أنا اتخنقت، أنا اتخنقت اتخنقت شندويلي لسه بيلت وبيعجن. وسع وسع يادي شندويلي يادي شندويلي جريه غزولي. مش قلتلك تروح له؟ انا كنت لسه عنده يا عم. في ايه؟ في اخوانا ما تقلقوش. وبعدين ما انا منبه عليه ما يشغلش الخط لحد ما نديله خبر. خبر رز ودمنايل ان شاء الله. يعني بالذمه يا اخوانا احنا مش عارفين ندخل تليفون ولا الحجر الوصله المهببه ديت. هندي شوف الحراره. الحراره يا اخي. طيب ايه ده؟ في حراره حراره حراره. 7 8 9 شارع شارع ايه؟ منزل. رد رد. هلو مكتب سياده المحافظ. اهلا يا فندم. بصوت سيادتك حلو قوي يا فندم. حضرتك السكرتيره؟ مع سيادتك يا فندم. الو ايوه فندم. احنا هنا مكتب سياده اللواء. ايوه فندم. هو الحقيقه عايز يكلم سياده المحافظ. احنا السكرتارية هنا يا فندم. ايوه هنحول سادة مكتبه حالا. تفضل يا فندم. الو حجور. حجور ايه؟ مكتب سادة المحافظ معاك يا فندم. ما تقلقوش ما تقلقوش جاري الاتصال. الو 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 ايوه سيدي ايوه سيدي وكان طلبك فعلا. هو موجود موجود. اهلا 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 بالابطال صناع الاجيال. لا احنا كويس. كلم هادي خلاص. موجود مع سيادتك اهو. مع سيادتك مكتب المحافظ. يا اهلا وسهلا يا سياده المحافظ. الشرف لينا طبعا. ربنا يخليك يا فندم. خليه يرقيني. الله يخليك يا فندم. ربنا يدينا طول العمر وهنتقابل ان شاء الله. المهم دلوقتي اكيد سعادتك قريت في الجرايد ان اسرائيل عامله حشود وبتهدد سوريا. احنا فعلا بنعمل تعبئه، وعلشان كده انا هبعت لك اخوه صحفيين من صحافه البنيه التحتيه، الصحافه الشعبيه تبع. الله يخليك يا فندم. انا عايز بقى من سعادتك ان انت تساعدهم ان هم يجمعوا برقية تأييد وحماسه من طوائف الشعب المختلفة ومن الجهات الرسمية ومن وحدات الاتحاد الاشتراكي واتحاد الكورة. لا يا فندم معلش الخطوط اصلا بتتدخل في بعض. ربنا يخليك يا فندم. طمنا على الاولاد وكده. طمنا على لا 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 مفيش اي حاجة يا فندم. ومن النقابات والمصانع والادارات ومن التجار الكبار. ايوه طبعا يا فندم ربنا يخليك. لا 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 دي اعلانات مدفوعة الاجر. الصحف الكبرى؟ لا 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 ده أمر مفروغ منه. المهم سعادتك دلوقتي إحنا عايزين نساعد الصحف الشعبية. والساحات الشعبية. الساحات الشعبية. لا يا فندم مفيش أي حاجة. إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ في الصحافة الشعبية. من لها من دلالة لا تخفى على سيادتك. أنا متشكر جدا يا فندم. أكيد طبعا هنتقابل. مع
مع ألف سلامة. يا صفاتي يا اللي معانا. بقولكوا يا اخوان، بقولكوا ايه، الرحلة دي بتاعتي. لا بسبوسة، الرحلة دي بتاعتكم انتوا التلاتة. على فكرة انا كده عملت اللي عليا، سيبوني بقى اكتب الافتتاحية، وعندي كمان صور محتاجة لتعليق، وكمان انا مش لاقي صيغة للكلمات اللي احنا واخدين تمنها من اهل المحافظات. حبكت هي، حبكت هي صيغة، ما تكتب اسمائهم وخلاص. ما ينفعش يا بسبوسة، لازم نثبت ان احنا بنقدم عمل صحفي فياخد شكل الصحافة. صحافة ايه؟ صحافة مالها اليومين دول؟ بترغي كتير، مش عجباني. ايوه مش عجباني، خطب وقصايد وكلام فاضي. ولا الاذاعة جالها العصب يا رخرة، حتى الاغاني، الاغاني اللي المفروض تعيشنا وتسجمنا بقت كلها هبد ورزع وصريخ. ايه ده؟ ربنا يستر، ربنا يستر علينا جميعا يا اخواننا، دي اول حرب بيننا وبين اسرائيل وجها لوجه.